حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا أول نداء لعولمة حمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المبسور الله يا سلام الشوط الأول الرئيسي أقوى الأشواط ما زالت هتاشة مع المقدمة هتاشة مع الصدارة عولمة يا عولمة يا عولمة تحاول عولمة مع المركز الثاني عولمة وهتاشة يا سلام هتاشة مع الشوط الرئيسي أقوى الحقائق قمة الحقائق هتاشة طارت بناموس الشوط الأول طارت بناموس هتاشة هتاشة عولمة تحاول عولمة ولكن هتاشة 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 تنتزع الشوط الأول الرئيسي انتزاعا تهانينا والناموس لراشد محمد بن سالم النابت لحظات ويتقدم عزام عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت بينما رمز مع المركز الاول الخيل مع المركز الثاني وهنا سياف مع المركز الثالث رمز الله يا سلام الخيل ولكن رمز ينتزع الشوط الاول الرئيسي انتزاعا يهدي نقطة الشوط يهدي الشوط الاول الرئيسي لمحمد بن طالب العلي النابت سلام يا رمز سلام وهو بالفعل رمز وهو علم وهو مشهور رمز يستاهل الشهرة حيو رمز حيو هذا الأداء حيو يستاهل راعي رمز هذا الفوز وانتزاعه لنقطة أقوى أشواط القعدان شوط الرئيسي مع رمز تهانينا والناموس لمالك رمز محمد بن طالب بن علي النابت المركز الله بالخميس بسعيد آل محمد يصل وينطلق ويغير إلى الصدارة في هذه اللحظات مرسى مع الانتصار تنطلق مشاهدين الكرام مرسى في هذا الأداء المميز هنا الله 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 غيرت مرسى على الصدارة ولكن أيضا الشحانية هناك في المحاولات الأخيرة الله اللحظات الحاسمة ولكن مرسى مع الانتصار عبد الله بن خميس بن سعيد آل محمد هنا ينطلق في البداية ليظفر بناموس هذا الشوط بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء والانتصار تهانينا والناموس لعبد الله بن خميس بن سعيد آل محمد على فوز مرسى بالمركز الأول ثاني المراكز ولكن الأمور هناك مع صايف صايف وعايف الله هو بن عمارة هناك يقدم له مع ذلك المراكز جابر بن طالب العلي الجربوعي ولكن الأمور مع الصدارة صايف هنا مع الصدارة ينطلق مشاهدين الكرام مع أيضا صيحات النداء صايب وهناك أيضا شعار المكسور عايز وصايب اللحظات الأخيرة منافسة قوية تحدي مثير هنا مع اللحظات الأخيرة ولكن صايب عايز الله عايز ينطلق مشاهدين الكرام ليظفر بناموس هذا الشوط تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور على هذا الفوز بدأت تقدم هذا العرض المتميز والأداء الجميل في هذه الانفرادة المميزة مع هذا التألق والإبداع لبتشة التي بدأت تنفرد في مقدمة هذا الشوط باحثة عن الإنجاز باحثة عن الانتصار في هذا الأداء المتميز في هذا الرقص التلغائي والرقص الرباعي باندفاعة بتشة التي تحتل المركز الأول تهدي السلامات إلى بن جبران إلى هذا التحدي الجميل وإلى هذا الأداء المميز الذي قدمته بتشة في أداء متميز وروعة بتشة تحصل على ناموس هذا الشوط تهانينا وألف مبروك لسالم بن جابر بن محسن الجربوع المري على فوز بتشة بناموس هذا الشوط المركز الثاني وصلت سيادة تابع الأسماء القادمة مذكور سعد بصالح بن سالم النابت المري ولكن الله
الله الله الله الله. بن قطامي مع وذنان، مذخور مع النابت عبر المركز الثاني، تسلل مذخور باحثا عن الناموس وعن الانتصار. سعد بصالب السالم النابت المري تسلل مع مذخور وذنان على المركز الثاني، وذنان بن قطامي مذخور النابت في معركة من أجل الناموس من أجل الانتصار في هذا التحدي وبهذه المنافسة. مذخور على البداية وذنان يحاول ويواصل مسيرة الضغط، ولكن مذخور يحقق هذا الإنجاز، ينتصر بناموس هذا الشوط. تهانينا والمبروك لسعد بن صالح بن سالم النابت المري على فوز مذخور بناموس هذا الشوط المركز. إشارة البدة وهي مسيطرة على الانطلاق. لو كان يا بس العان الأسماء قادمة، الزعبي قادم، أبستيكان قادم، وكذلك بن فهيدة قادم بانطلاقة أيضا واضحة وصريحة بهذه اللحظات. لو كان وضوح وضوح وضوح، بدأت بالانطلاق، بدأت بالاندفاع في تقديم هذا العرض الجميل، في تقديم هذا الأداء الكبير المثير، لتنجح في اختبار هذا الشوط، لتكون هي المتوجة منذ البداية حتى خط النهاية. سلام بالسلعة، سلام سلام وتحية واحترام لمالك وضوح محمد بن سعيد بن فهيد بن سعيد الحليتم. يحضر جاسم في شوط الغمم في تحديات الأسماء، لكن بالعرج غادم غادم بتحديات المركز الثاني مع منذر، منذر من ينذر الأسماء بحضوره. انهيان بن مبارك بن راشد الجربوع المري لا ينتهي انهيان إلا أن يخطف هذا الشوط، لكن الأمور الأمور مع شاهين تسير لصالح شاهين حتى هذه اللحظات. شاهين منذر منذر شاهين، الله شاهين شاهين هو المتوج حتى هذه اللحظات بمنافسة منذر، منذر شاهين شاهين منذر اللحظات الحاسمة خط النهاية. شاهين منذر السلام، خلاص شفاز بها شاهين في اللحظات الحاسمة. التهاني والتبريكات. اكحال اكحال اكحال، ولكن الله مرتنا مرور الكرام، مرتنا هنا. يا سلام عليك يا بن جهيم، يا سلام يا بن جهيم، الله يا بن جهيم، الله يا أهل الكويت، الله يا أهل الكويت، ختام الكويت ما بقى عليه الأيام. يا سلام 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 للجهيم، سلام ومشكور يا ربيع، مشكور هنا وبقيادة عبد الله بن علي، عبد الله بن علي اندفع مع اللي اندفعت. يا سلام، خلاص خلاص اسمها، خلاص خلاص لعبد الله بن علي بن راشد بن جهيم، والتهني وصوله. الربيع يستاهل أيضا على هذا الفوز بينما وصلت على المنزل. هنا من يتابع هذا الشعار بانطلاقة علي بن فران، الله يا المشوك على المركز الأول، المركز الثاني، المركز الثاني أدهم، أدهم على المركز الثاني عبد الله بن جرل بن علي النابت، المركز الثالث عزام، عزام لنايف بن حمد بن سالم أسعد، المركز الرابع اللي وصل اللي وصل اللي وصل الشامخ سالم بن حزام بن محمد بن راشد المري، الشامخ الشامخ قادم، ولكن نعود نعود إلى المقدمة. الله الله يا اللي اندفع، اندفع الفوز والناموس المشوك. يا سلام يا المشوك، يا سلام يا المشوك، اشكرك يا الشرس يا علي بن فران. سلام يا المشوك، سلام سلام لعلي بن حمد بن بخيت بن قريع اللي ادى الاداء المتميز والنهائي. فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت يقدم لنا مشرفه على اول الاسماء من بدايه الانطلاق حتى هذه اللحظات. هقوه قادمه علي بن راشد بن سعد الهايله المريه، ولكن بن عقيل وبن هايله اللحظات الاخيره. بن عقيل على البدايه على الانطلاق الاول مشرفه مشرفه، هقوه تحاول اللحظات الاخيره من اجل الفوز والانتصار، ولكن مشرفه 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 مع البداية وتتشرف بهذا الناموس. تهانينا والناموس لمالك مشرفة. هنا فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت، فتهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثانيا وصلت هقوة علي بن راشد.
محمد بن راشد المري وهناك المستشار مع الدعبة، ولكن غيث انطلق الى البداية الى الناموس والى الانتصار. غيث وسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت يقدم لنا غيث مع البداية ومع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك غيث من هذه اللحظات. تهانينا لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس واسعد الله مساك يا مالك غيث سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثانيا وصل هنا مع المركز الاول وصايف مع المركز الثاني، وايضا تتقدم مع المركز الثالث، تصل وتتقدم هزامه لحمد بن حسام بن راشد بن عبد الله بن قرح. ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن على غاره اعلنت الاقلاع، اعلنت الناموس والانتصار. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الاداء المميز. غاره راشد بن مبارك بن حمد الشواني من قدم لنا غاره بهذا الأداء المميز، بهذا التميز، بهذا الإبداع. تهانينا من الأعماق لمالك غارة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس لمالك غارة راشد بن مبارك بن حمد الشواني. المركز الثاني وصلت تقدم مداهم مع المركز الرابع، ولكن الشام اللحظات الأخيرة سمران عزام مداهم الأمتار الأخيرة. ولكن بن مسعود أعلن الإقلاع. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء، على هذا التميز. بن مسعود غادر بناموس هذا المساء، ما شاء الله عليه وما شاء الله حواليه على هذا الأداء المميز. الشام مع المركز الأول، الشام مع الفوز، الشام مع الانتصار. سلام يا الشام، سلام يا بن مسعود، سلام، تحية واحترام على هذا الفوز، على هذا الانتصار. تهانينا والناموس وتانية من على هذه الانطلاقة المميزة. أمواج مع الصدارة، أمواج مع المقدمة، علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري على الصدارة، يبتعد عن بقية المراكز، ولكن انهوى يا الكربي، انهوى. الله يا عبد الله بن مبارك بن حمد الكربي مع المركز الثاني، ولكن بن مسعود العصف الابطان. الله، ولكن الكربي قادم. صالح بن مبارك الكربي من يتابع انهوى مع ثاني المراكز، ولكن خلاص بن مسعود مع الناموس. تهانينا والناموس اللي علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر. هنا ايضا شعار البريدي مع معالج حمد بن جبر الله بن علي بن حسين البريدي المري، بينما المركز الرابع متعد لعلي بن سعيد بن مبخوت بن قبعان الجربوع المري. وهنا ايضا الدخول من قبل شعار سعيد بن عبد الهادي الشهواني. ولكن نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه، نعود مع هذا التقدم. شغموم على الصداره، شغموم يختطف هذا الناموس. تهانينا والناموس لمالك شغموم جار الله بن راشد بن فهيد الفهيدي المري على هذا الفوز والانتصار. هذا هو شغموم مشاهدي الاعزاء، يصل الى خط النهايه، محقق هذا الانجاز. المركز الثاني ما بها حيلة، دارنا اللي معنا